الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولم يقبضه ربه حتى أقام به الملة العوجاء بأن قال الناس لا إله إلا الله فاللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني وأحبائي في الله الله من علينا وهو المنان من علينا وهو المنان بأجمل نعمة وأكمل نعمة وأتم نعمة وأمرنا أن نحافظ عليها إلى آخر نفس في هذه الحياة ولو ضاعت نعمة المال ونعمة الأولاد ونعمة العافية ونعمة هذه النعم كلها تضيع قل الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون الله يخلف لك ويأجرك لكن إذا ضيعت هذه النعمة الغالية نعوذ بالله ولقيت ربك بدون هذه النعمة هذا الخسران الأبدي نعمة خرجت معك من بطن أمك شوفوا المنان منان رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما رب كل شيء ومليكه خلق ورب ورزق وبين وأرشد ويغفر الذنوب لمن أخطأ قل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فيا إخوتي ما هذه النعمة نعمة الدين قولوا الحمد لله نعمة الدين ما معنى الدين ما معنى الدين ألا يعبد في هذا الكون إلا الله هذا الدين من أول الدنيا من عهد الوالد آدم عليه السلام كل الأنبياء والمرسلين هذا دينهم ألا يعبد في هذا الكون إلا الله الكتب المنزلة والصحف المنزلة والبيانات التي بين الرسل والدعوات كل تتلخص في هذه الكلمة ألا يعبد في هذا الكون إلا الله فالذي يلقى ربه موقنا بأنه لا إله إلا الله هذا يدخل الجنة والذي يلقى ربه شاكا في هذه الكلمة يخلد في النار مرة نبينا عليه السلام أمر عمر رضي الله عنه قال أخرج ونادي في الناس لا يدخل الجنة إلا مؤمن لا يدخل الجنة إلا مؤمن والله يخبرنا في كتابه قل لا تفتح لهم أبواب السماء للمكذبين الذين ما آمنوا إذا ماتوا فاضت روحهم ما تسمو ما تزكو ما تعلو لا 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 تسفل لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط
إذن ضروري حياتك إيمانية، إيمان يصحبك ليل نهار في كل أنفاسك، في التجارة، في الصناعة، في الفلاحة، في المطعم، في المشرب، في الملبس، في المنكح، في السراء، في الضراء، في الحياة وعند الممات. عبد الرحمن، كن عبد للرحمن، احذر أن تعبد الشيطان، فالذي يعصي الرحمن يكون عبد للشيطان. رب العزة يقول لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لا تنسوا هذا، الكتاب والإيمان، هذا رفيقان ضروري، الكتاب والإيمان، إيمان يمشي مع الكتاب. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. ما المتكلم؟ رب العزة. إن رب العزة يخبر النبي عليه السلام، يخبرنا نحن، قل له: إذ أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح حياة تحيا بها، روحا من أمرنا، روح. فالذي ما عنده إيمان ميت، الذي لا يوحد ربه، لا يذكر ربه، ميت. روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، كلكم أو جلكم. سمعتم أن الصحابة قالوا: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ما يمكن يكون عندك دعوة وتمشي عليها وتنجح إلا بالإيمان مع الكتاب على منهاج النبي عليه السلام. رب العزة يقول له: ما كنت تدري، فأصبح يدري. في مهد الدعوة ما نزل من الكتاب إلا آيتين أو ثلاثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النبي، الله ما يقول للنبي اقرأ، الله يعلم أن النبي ما يقرأ، والنبي ما يروح يدرس في المدرسة، ما في زمانه مدرسة، ما في زمانه علامة. يأمرك أنت أيها المسلم، أيها المؤمن، أن تقرأ باسم ربك، مش باسم المال، باسم الوظيفة، باسم الأغراض، لا، اقرأ لتعرف ربك، لتعبد ربك، لتدعو إلى ربك على بينة، على علم. فاعلم، الله يقول النبي عزيز، يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أول شيء لضعف صميم فؤادك، صميم قلبك يمشي مع الدم، أنه لا إله في هذا الكون إلا الله. مهد الدعوة هذا، مازال قلب الحبيب يرجف، رجع إلى بيته يقول لأهلي: دثروني، زملوني، غطوني. دثرته، زملته، غطته خديجة رضي الله عنها، ما زال تغطيه. فجاء الأمر من المنان، من الرحمن، من الديان، قال له: قم يا أيها المدثر، يا أيها المغطى، يا من يريد الراحة، قم تأكل للطعام، فطور، غداء، عشاء، للخدمة، للتجارة. لا، قال له: قم فأنذر. تعرفوا الإنذار، صفارة الإنذار، صفارة الخطر، خطر. الناس رايحين إلى النار، البشرية رايحة إلى الخسران الأبدي. قال له: أنذرهم،
قم أنذرهم، أنت عليك الإنذار، إن أنت إلا نذير. نذير ما بيدك شيء، أنت نذير بين للناس الخطر أمامهم وطريق النجاة.